تشذب لا تشذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تشذب وقول الصدق لا تشذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تشذب وقول اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، واليوم نبدي حلقتنا مع علاوي. يعطيك العافيه علاوي، شلونك؟ الحمد لله. شلون الاجواء اليوم؟ الحمد لله. احنا تونا واصلين وان شاء الله ما شاء الله زحمه والاجواء جميله والجو جميل. الحمد لله. والله ان شاء الله اليوم يرزقك اكثر واكثر. ويلا امشوا معانا، عطنا الصوت. ايوه، ونبلش حلقتنا مع علاوي. حياكم الله. عمي لو يرد فيك الزمن تتزوج واحدة عادي، تتزوج واحدة مو عراقية من غير جنسيتك ولا مو عادي؟ لا ما عادي. لازم عراقية؟ لازم عراقية. ليش؟ عراقية، احنا اصل وفصل عراقية. عشان انا عراقية احب العراقية. يعطيك العافية. عادي عندك تتزوج واحدة مو عراقية ولا لازم عراقية؟ والله اتزوج عادي، ما يفرق. اهم شيء شنو؟ الاخلاق. اي نعم، لازم الاخلاق والجمال. والجمال نعم. اي عاد صح. اي صحيح، ان الله جميل ويحب الجمال. ويحب الجمال. نعم. نعم. عمي وانت تقبل تتزوج واحده غير عراقيه؟ والله ها احتمال. احتمال. انت زوجتك عراقيه طبعا؟ نعم. زين لو يرد فيك الزمن كل تقبلين تتزوجين واحد غير عراقي من جنسية ثانية؟ بالإشارة إي أو لا. واضح. لا ما ترضى. وأنت؟ أنا أكيد عادي. إي عادي، ما عندي أي مشكلة. ما عندك أي مشكلة. وأنت؟ أنا والله العراقية أشوفها بيها غيره طبعا. إنزين هذا المهر علينا والعرس علينا، بس تتزوج واحدة مو عراقية تقبل؟ ما أقبل. ليش؟ عراقية شلون أصل وفصل شلون؟ طبعًا. شلون أخذ عليها؟ شلون أخذ؟ ما أبد أبد. ما أبد أبد. عراقية. إيه. طبعًا. والله. إيه. كل واحد حالات 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 الثوب رقعته منه وفيه. إيه. صح. والله عم. والله صح. إيه والله صح. إذا قالوا لك المهر علينا والعرس علينا بس تاخذ واحدة غير عراقية تقبل؟ من كل الدول آخذ. كل الدول؟ كل الدول متاحة. الخالة من الأخذ. والله العظيم. لو يرد فيك الزمن. زين. إنزين وقالوا لك المهر علينا والعرس علينا والبيت علينا بس تتزوج واحدة غير عراقية تقبل؟ هاي بعد حكم العادات والتقاليد والأحكام والفوق هذا الاختيار. يعني داخل. تقبل ولا لا؟ الجنسية ما تختلف، بس لكن هي بس الأولوية تكون أكيد للمواطن العراقي. يعطيك العافية. سلم. تأخذ واحدة مو عراقية تقبل؟ لا ما أقبل. لازم عراقية. لازم عراقية. زين عطني الأسباب. ماكو أسباب، بس بعد هي بتبلدي باعتباره. وتمونون على بعض. إيه. وحالات الثوب رقعتها منه. نعم. وفي. بالضبط. صح. بالضبط. يعطيك العافية. الزواج علينا والمهر علينا والبيت علينا وكل شيء علينا، تقبل تاخذ واحدة غير عراقية؟ والله ما اتصور. ما تتصور؟ اي والله. العراقية غير. العراقية مميزة، ما شفت. تعرفك وتعرفها وعاداتهم وتقاليدهم. عادات ولا العالم كل شيء بيه، ما تهمنا الاشكال، صح. عادات التقاليد. صح. زين واذا واحدة خليجية؟ والله هو احنا ما نحس اكو فرق بين الخليجية وبين العراقية. صح. كل احنا ولد عم. طبعا. وكل احنا نفس البيئة ونفس الحياة عايشين. انت متزوج صح؟ طبعا متزوج. ام شنو؟ ام تبارك. ام تبارك. اي نعم. شوف كامرتك قول لها ام تبارك احبك. ام تبارك اموت عليتها. متزوج؟ متزوج. انزين زوجتك عراقية؟ عراقية. بصراوية. 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 اصلية. زهراء. ها؟ ام زهيره. ام زهيره. ام زهيره. زين الله يخليها لك. رحم الله والديك اشكرك. زين لو يرد فيك الزفت. اتزوج. يشكوا بيها بس مو المهر عليها. لا انا ادفع المهر. هم انت تدفع. اي انا ادفع المهر. لو شنو جنسيتها؟ اهم شيء يعني شنو؟ لا خليجيه عربيه. 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 اهم شيء شنو يكون فيها يعني؟ الشرط. الشرط.
يعني اكو مواصفات ببالي مثل ما راح اقف تشوفني هي انه انه طلقني والله هسه اذا اشوف اللقاء ام زهير وام زهير ام زهير قبل تروح لاهلي لا والله العظيم خاف منها شلون ما اخاف منها بس انا زوج بسر شوف ام زهير انا راح اتزوج بسر بعد تعذريني هذا شوف هذه الحلقة إن شاء الله تذكر ثلاثة رمضان جهز بأغراضك عشان تنام برا هاي إن شاء الله مشكورين تقبل تتزوج واحدة مو عراقية؟ إي عادي عادي أهم بس شروطك شنو لازم؟ يعني مثل عاداتنا وتقاليدنا أهم شيء العادات والتقاليد أهم شيء يعطيك العافية تقبل تتزوج واحدة مو عراقية؟ لا إيش معنى؟ بعد العراقية منه بواصيلة أي نعم وتعرفك وتمرون على نعم بعض نعم وتيازون مع بعض صح وسترك وغطاء ستر وغطاء والله والله, والله صحيح على قولتهم على الثوب رقعته منه أه والله والنعم إنزين وإذا قالوا لك نعطيك المهار والبيت وكل شيء علينا بس تأخذ واحدة مو عراق ما عنده يقبل بس اللي عنده لا ما يهمه بهاي الوضع شنو تقول يعني يوم قلت لك اللي ما عنده يمكن أموره تعبانة يقبل يمكن بس اللي عنده لا ما يعني أنت ما تقبل أدي. لا أنا مني ما أقبل ما تقبل إيه نعم كفو تقبل تتزوج واحدة غير عراقية إيه عاد أقبل عاد نعم ما يهم لا ما هي اهم شيء شنو شروطك اهم شيء انه تكون نفس تقاليدنا عادات اهم شيء خليجيه ايه او عربيه يعني ايه تمام اهم شيء في شروط معينه لا عاد اهم شيء انه تكون تحبني ونتبادل نفس الشعور يعني تتبادلون كم عمرك انا عمري 22 متى حاط ببالك تتزوج بعد 4 سنوات تقريبا يلا ان شاء الله لك طوله العمر وان شاء الله تلاقي بنت الحلال اللي تسعدك تقبل تتزوج واحدة غير عراقية؟ لا والله ايش معنى؟ غير تكسني غير حالة تذبحني غير حالة تذبحني شو تقولي شو تقول بيهن؟ تخاف منها؟ غير جينا تعدمني لا أم شنو هي؟ بس شنو هي عصبية ومخبلة ايه مخبلة الله ما يجرحها أم شنو؟ أم عبود أم عبود؟ ايه بس تحبها أم عبود ايه شي أكيد تخاف منها ولا تحبها؟ لا أخاف منها وأحبها اثنين بس حنونة معاك ايه حلونه شي اكيد وهي هم تحبك شي اكيد يلا قول لها كلمه ام عبود والله ام عبود بعد هي الروح والريه ام عبود شنو هي الروح والريه يعني ما تقبل ما اقبل غيرها الله يخلي لك ام عبود ان شاء الله وخليجنا واحد ان شاء الله والله يا رب باذن الله الامن والامان يعم على هذه الدول كلها من البصرة والعراق وجميع مناطق العراق وجميع دول الخليج وإن شاء الله دائما نكون على قلب واحد بإذن واحد أحد وإن شاء الله الله لا يفرقنا والله يخلينا حق بعض إن شاء الله ونشوفكم بحلقات قادمة ويعطيكم العافية سلام لا تلف وتدور دون الصيف